أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من قادة حماس بخان يونس، بينهم قائد منظومة المسيرات. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سحب لواء جولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة، حيث قتل وأصيب المئات من ضباطه وجنوده. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.